جت في وقتها هي مرحلة تانية من مناورة تمت خلال الشهر الماضي، لأنها بتعبر عن رسائل كثيرة جدا، رسائل سواء للداخل هنا وهي حالة طمأنة، ورسائل للداخل الليبي أيضا حالة طمأنة، خاصة مناطق الشرق الليبي اللي يعني منتظرة إن الجيش الوطني يحقق لها أحلامها خلال الفترة القادمة، ورسائل للقوى الإقليمية التي تعبث بأمن المنطقة وتتحرك دون رادع لها ومنتهكة كافة القوانين والأعراف الدولية، سواء بعدم احترام قوانين الأمم المتحدة الخاصة بنقل سلاح وذخائر إلى ليبيا أو بنقل مرتزقة جماعات إرهابية إلى الداخل الليبي. أتخيل أن المناورة وكل مناورات العالم هي رسالة ردع، رسالة رادعة لكل من يخول له نفسه أن يعبث أو يحاول أن يقرب من الأمن القومي المصري. مناورات اليوم بتؤكد تماما على الجاهزية العليا للقوات المسلحة المصرية، بتؤكد على تدريب عالي من القتال المتطور، استعراض للأجهزة الحديثة والمعدات، وحتى عملية الإبرار التي تمت هي محاكاة بسيطة لأي حرب ممكن أن تقوم. رسالة أخرى أن القوات المسلحة المصرية قادرة على الوصول إلى أي نقطة في نطاقها الإقليمي لتأمين الأمن القومي المصري. وعايز أقول لحضرتك كمان، هي ليست رسالة للغرب فقط فحسب، ولكن رسالة أيضا للجنوب، ورسالة إلى كل دول المنطقة اللي يعني يدور في خلدها أنها ممكن تؤثر على الأمن القومي المصري، وأن الرد هيبقى رد عنيف. سيادة اللواء، تابعت بالتأكيد مناقشات مجلس الأمن أمس حول ليبيا، ما هو تقديرك لدور المنظمات الإقليمية والدولية في النزاعات القائمة في المنطقة بشكل عام وليبيا على وجه التحديد؟ طبعا جلسات مجلس الأمن امبارح دي جاءت في إطار، نعلم تماما أن ألمانيا ترأس مجلس الأمن خلال هذا الشهر، وعايزة تحيي برضو مؤتمر برلين وتحيي المبادرة المصرية علشان حفظ الأمن والاستقرار والعودة مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات. العالم أيقن تماما أن الحل العسكري مش وارد، إن أنا يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. كنت سعيد جدا بكلمة السيد معالي وزير الخارجية امبارح، وبدأت يعني أنا أحييه من هذا المكان، وبدأت نبرته تعلى يعني. نعم. حتى الجلسة الماضية خاصة بجلسة الأمن الأسبوع الماضي الخاصة بسد النهضة كانت لغة الخطاب بتاعته كانت قوية جدا وقوية للغاية كمان، وأنا كنت منتظرها الحقيقة من 9 سنين يعني مش من دلوقتي، ولكن ده بيدل على أن في نبرة قوية لا تهاون مع المساس بالأمن القومي المصري. امبارح الجلسة الكل تقريبا بيدعو إلى العودة مرة أخرى إلى برلين وتنفيذ مبادرة القاهرة يعني عودة الاستقرار مرة أخرى إلى ليبيا، التخلي عن السلاح، تسريح الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اللي موجودة، وده كان اتفق عليه الجميع. الأمين العام أشار إلى إن ليبيا داخلة مرحلة تالتة، منعطف خطير، وهو عملية تجهيز لدول لخوض حرب خلال الفترة القادمة. شايف إعلان تركيا عن مناورة في المنطقة لها أغراض ولها مآرب كثيرة جدا، منها يعني إظهار القوة، تهدئة الروح المعنوية، خاصة بعض الضربات التي ألحقت بها الأسبوع الماضي، وكانت ضربات شديدة القسوة، أعتقد أنها كسرت الغرور التركي شوية. حصل حالة من الركة في الداخل، داخل أنقرة وداخل إسطنبول، لعدم معرفتهم بالجهة أو الدولة التي قامت بهذه الضربة الغاية في الدقة، سواء من عمليات التشويش أو ضرب أجهزة دفاع جوي متقدمة جدا، يعني هي قد تكون الأجهزة الأقوى في العالم، إن يحصل عليها تشويش بهذه الدرجة ويتم ضربها والحق خسائر تركيا، أتخيل أن دي كان نوع من رفع الروح المعنوية لجنودها، رسالة للداخل أنهم ما زالوا موجودين، وأتخيل أن تركيا يعني
عاملة زي اللي حضرتك زي رجل السيرك اللي مشي على الحبل ووصل للمنتصف، فمن الصعب انه يتراجع ومن الصعب انه يكمل لان الردود هنا قوية. ودول الجوار لن تسمح بأي مساس لأمنها القومي. شكرا لك يا سيادة اللواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الإفريقية والأمن القومي.